السلام عليكم. كيف حالكم خامس؟ الحمد لله. طيب احنا خامس اخذنا قواعد لقابلية القسمة اللي ريحتنا من اجراء عملية القسمة الطويلة، وخلينا اليوم نتذكرها ان شاء الله، وراح نلعب مع بعض لعبة نثبت فيها هاي قواعد قابلية القسمة. متى يقبل العدد القسمة على اثنين؟ إذا كان أحدهم زوجية. ما هي مجموعة الأعداد الزوجية؟ صفر واثنين وأربعة وستة وعشرة. العدد القسمي على ثلاث. إذا كان مجموع أعداد يقبل على ثلاث. برافو. مجموعة يقبل القسمة على ثلاثة. متى يقبل العدد القسمة على ستة؟ متى يقبل العدد القسمة على خمسة؟ أحسنتي، إذا كان أحد صفر أو خمسة. طب متى يقبل عدد القسمة على عشرة؟ إذا كان أحده صفر. طب اليوم عندنا لعبة جميلة إن شاء الله، بدنا نحاول. هي لعبة السلم والحية، بس حجر النرد اليوم فيها اختلف. إحنا تعودنا على حجر النرد في الأعداد، اليوم حجرنا النرد اختلف فيه قواعد لقابلية القسمة. رح تشوفين ماشي؟ تمام. طيب احنا الان جالسين مع بعض، تمام؟ جو اللي بينجل. كل مجموعه مع بعض، في عندنا اربعه رح يلعبوا قواعد اللعبه. اربعه رح يلعبوا، والخامس هو عباره عن الحكم لهذه المجموعه، ماشي؟ اذا نسيتي اي قاعده فان هذه القواعد تذكر، تمام؟ اذا اليوم بدنا نحاول نستمتع، نبدا ونفكر اكثر ونثبت قواعد قابليه القسمه مع بعض، ماشي؟ طب نبدا مع بعض لعبتنا. واحد اثنين ثلاثه، الان بدي كل حدا يجي ياخذ اغراض اللعبه، لوازم اللعبه. افتح اللعبه جنبيها. كل طالب في مجموعه كل طالب كل مجموعة يلا تستلم. عمل زوم عليها. عمل زوم. يلا. كل واحدة لون، ها؟ كل واحدة أخذت لون. إذا فيك أنت ناخذ خذي الزهرة بدالها. خبي الخضراء، خبي الخضراء، خذي الزهرة هاي البيضة. يعني انتوا معكم تنتين خضر ما بيصير. الحكم خليك انت حكم. تنتين زرع. لا لحظة شوي. كيف هلا؟ حجر من الوحدة زهرة. هي عدد ثلاثة. عندك اللون الازرق متكرر؟ هلا بنشوف. ازرق متكرر؟ هون في شيء متكرر عندكم؟ الاخضر. واللي بيغلط مين أول عدد يقبل قسمة على ستة؟ هو
الرابع. الآن عندك خامس حبيباتي، انتبهي علي شوي. يلا ماشي. طيب احنا الآن بدنا نلعب بدل حجر النرد نستخدم هذا المكعب الخاص بالقواعد قابلية للقذف. الآن رح تلعبي طبعا على الدور. أول ما حترمي بدك تنفذي القواعد المحكومة عندك، تمام؟ حسب ما أنت ترمي، يعني مثلا أنا عندي عدد يقبل قزمة على اثنين، أول عدد يقبل قزمة على اثنين بدك تحطي حجرين علي، وهكذا ونكمل. تيجي الثاني ترمي وبتحطي القاعدة الثانية وبتحطي علي، تمام؟ الحكم بسجل النقاط. هي الحكم بده يتابع، بده يتابع تطبيق القاعدة صح أم خطأ، تمام؟ ويشوفوا ايش بيسوي، بده صح أم غلط يتابع القاعدة. طب إذا خطأت في القاعدة بتضلي مكانك ما بتمشي، ماشي؟ يلا نبدأ. واحد اثنين ثلاثة ابدأ. انت الحكم، انت بدك تشوفي كيف بلعب على الدور. اه على الدور. مين الحكم؟ انت سناء. انت عدد يلا اول عدد يقبل قسمة على خمسة. لا 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 انت ما بتحطي ايدك كثيرة، بس قسمة على واحد. برافو، يعني بتخيلها انه صح. يلا ارمي كمان مرة. عمين الدور. خلص اجري النار، بس كيف بدنا نستخدم الماء؟ هي بتسجل على ثلاثة. إذا الآن غلطت بالقاعدة ما تمشي، صح؟ شوفي صح؟ خلص؟ صح. يلا كمل. ثلاثة عدد فردي. حطي الواحد. من هون لا الصفر. ايش مريم صح؟ يلا ميرا صح. كمال عدد هيك امشي. طيب عشان عيدة ارجعوا لورا هيك، وسعوا وسعوا، خلي المكعب بالنص. ايوه اسمع، لما ترموا لما ترموا عدد قسمة على خمسة عشان ما تخرب. بسرعة. ممتاز. يلا هناك ارمي هناك. على عشرة. وين انت؟ مين اول عدد؟ ايوه برافو. بطل عدلات. يلا بس تغششيها، لا تغششيها، خليها لحالها. وين انت؟ حاولي ما تتركي على الدوحة عشان ما يوقع المركب.
بدي ثلاثة. أربعة. حطي أربعة. يلا دور. ارمي هون ارمي هون عشان هيك تتحرك أقوى الزهرة. يلا ارمي. عتنين أنت وين واقفة؟ استني لسه ما بلشت. يلا اسمع على عشرة. لحظة لحظة، وين كنتي؟ وين كنتي؟ انت كنتي عند 46؟ عند 48؟ 47؟ بعد ال 47 يا مرحبا، بعد ال 47. اسمع على كلام. وين 50؟ لا هو على 10. وين انت؟ 40. وين انت؟ شايف الستة. يا سلام. طب شايفة هل أربعين؟ أنت هون طيب. أربعين؟ لا ما لا باب تزبط على على ستة. أربعين واحد وأربعين وين؟ هون هون واحد وأربعين. يلا وين انت واقفه؟ وين واقفه؟ عدد ثلاثة. ايش اول عدد خدي بعد الثلاثين؟ واحد ثلاثة. واللي يقول احنا ما نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر. احنا نقدر نرسم البسمة على ويوه البشر، احنا نقدر نترك البصمة ونخلي اثر. ربنا خلقنا لغاية منو اللي يقول احنا ما نقدر ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر. احنا نقدر نرسم البسمة على ويوه البشر، احنا نقدر نترك البصمة ونخلي اثر. ربنا خلقنا لغاية